بيك معنا في الهداف. الله يسلم اخويا كمال. فيرزيو كيفاش كان ديبار تاعك؟ فيرزيو لعبت مينيم و بريمير اني كادي، من بعد اوبيريت ليغا موكروازي حبست، من بعد رحت للاتحاد العاصمه وين عاش يعني عندي باركور شويه، درت لعبت في لي كلوب بزاف. شحال كنت كارك الاتحاد العاصمه؟ كنت جونيور، بريمير اني جونيور. طولت هنا في أوجي. طولت لعبت عامين في اتحاد العاصمة، وعام في مول ديال الجزائر، وعامين في شباب الوزداد. من بعد شباب الوزداد لعبت فيها سينيور، وين نحييهم بالمناسبة، وين عطاوني لا شونس وين لعبت سينيور في شباب الوزداد. سيتي كال جينيراسيون اكزاكتلي؟ جينيراسيون تاع بوقروا، دراك، حشريف، ربيح، مالك عسلة، طارق شرفاوي ثاني، كان خليلي، كانوا لي جوار. لا بيريود اللي كان فيها بادو زكي؟ لا قبل بادو زكي كان على ميشيل. كان موراها جا كان لونترينر كان زفينكا، وين هو اللي عطاني لا شونس باش لعبت سينيور، من بعد راح هو جا على ميشيل. ومن بعدك مر سي ار بي الوهران. ماشي مو سي ار بي، صرا لي ان بروبليم مع البريزيدون. صرا لي ان بروبليم، لا رضا مالك، وين صرا لي ان بروبليم معاهم، كانت عندي ان كونطرا، وين من بعد صبت روحي بلا ايكيب، باسكو بغاو يديروا بغاو يبريتوني انا وكدات شعيب لشلف. وانا في هذاك الوقت رحت سنيت بري المديه، في مديه رحت لعبت معهم سيمون، وين حققت الصعود مع فريق اولمبي مديه بلا بريمير في حياتهم، وين طلعوا ناسيون وين حققت الصعود معاهم. عاودت وليت شباب الوزداد، كي بديت لي زونترامون معاهم قالوا لي باش تروح لشلف انا وكداد، ويجيهم نعماني مع صالح الكارديان، وين انا رفضت، ما قبلتش، قلت لهم نريح في مديه. ومن صرات مناوشات هكا مع البريزيدون، رحت كانوا رايحين ستاج للمروك، عيط لي السكريتير تاع شباب الوزداد قال لي وين ماهمش دايرينك في لاريس، ما تقدرش تروح. ومن اتصلت مع المدرب تما هذاك العام، كان جاب بوعلي حي بالمناسبة ثاني، اتصلت به قال لي انا دايرك في لا ليست، قال لي دوك نعيط للبريزيدون. من بعد ولا عيط للبريزيدون ميرفيتش، خلاوني بلا كلوب، قعدت هذاك العام بلا كلوب، مشي العام مشي هذاك العام، فهذيك البيريود قعدت بلا كلوب. من بعد رحت سنيت في حيدرة، لعبت عام في حيدرة، من بعد ما تم رحت لمولدية وهران، اتصل بيا بوعكاز، رحت سنيت في مولدية وهران. عاود وليت المدينه تاعك؟ المدينه تاعي، فريق القلب مولدية وهران. لامسيو كيفاش كي عاود وليت لامسيو؟ اسكو كنت الاز؟ كي كنت قريب من الدار؟ كنت بعد سنوات وانت متغرب على وي بيان سور كنت الاز، وين فرحت باسكو كانت امنيتي تلعب في مولدية وهران، فريق القلب، فريق البلد تاعي كلش، وين نشكرهم باسكو هما اللي عاودوا شغل بهم دل حيت اسم تاعي. وجست كانت اون بيريود ضربت دو سيزون تما. دو سيزون تما. كيفاش كانت هذيك ليكسبيريونس تاعك؟ لا ليكسبيريونس كانت انوبليابل، هذيك ليكسبيريونس باسكو وين كنا نلعبوا على الشامبيونا، كنا الدوزيام مور سياسي، بعد ما كتبتش كلاسينا الكاتريام هذاك العام. وبعد مولدية وهران كاين سلسله من الانتقالات في فتره قصيره، يعني رحت البسكره؟ لا رحت الثوره. رحت الثوره بعد البسكره الاربعه. كيفاش بريميرمون كيفاش كانت في الثوره؟ باسكو على كل حال جا الكوفيد في الوسط، ولكن هذا ما يمنعش انك رحت للفريق اللي في السنوات الاخيره صار يحسب له الف حساب، يعني شباب الثوره فريق قوي. شباب الثوره رحت لها بقناعه، كنت باين نلعب تما، وين رحت ما كتبليش المكتوب، لعبت واقيلا عام كومبلي، لعبت 3 ماتش، لعبت دو ماتش نورمالمون في لا 4 ماتش، لعبت دو ماتش في الشامبيونا ودو ماتش كوب داراب، من بعد درت اكسيدون تما شغل حبست، ما تمتش لعبت،
بعد جات كوفيد هذاك العام ما كملتش العام تاعي. وش تشوف بالك الحادث اللي صرا لك هو اللي خلاك ما تنجحش في شبيبة الثورة؟ الحادثه ولا كاين امور واحده اخرى؟ نو ما كاش امور واحده اخرى، كاين الحادثه باسكو ما كاش كاين عندي امور تاع اللعب ولا نورمال. وين اكسيدون طولت عليهم، بريزيدون ما قدرش يصبر عليا والاخر، وين تفاهمنا ورحت تما ريزيليت الكونترا تاعك الانيا. نو ومن بعد رحت للاتحاد بسكره. رحت للبسكره، الاتحاد بسكره كانت اكسبيريونس واحده اخرى جديده كي العاده، بعيده على الدار الثانيه بسكره. كيفاش كانت الاكسبيريونس تاع الاتحاد بسكره؟ بسكره ثاني ما مشاتليش بزاف باسكو ما لعبتش بزاف ثاني، ماشي ما لعبتش بزاف، كنت نلعب فكي كان جا معنا لونترينر بوعكاس كنت نلعب معاه لي ماتش، من بعد بدلو اونترينر ما وليتش نلعب، مي عام فوته نورمال. مي كي بدلو لونترينر بالك شغل بوعكاس كان يثيق فيك باسكو ديجا يعرف. وي يعرفني ديجا ويعرفك هو اللي جابك تانيك للبسكره بالك. ماشي هو اللي جابني البسكره، البسكره كان عندي اتصال مع نصر الدين خوالد باسكو كان معايا في الثوره ورحنا البسكره كان عندي اتصال معاه، قال لي كاين بروجي سبورتيف شباب ومنه، انا تكلت على ربي ورحت. وتوجور كان عندك هذاك المشكل ما لقيتش لي روبار تاعك في هذا لي كلوب، يعني من ناحيه التهديف ما لقيتش لي روبار تاعك طري بيان. ما لقيتش لي روبار تاعي باسكو ما نكذبش عليك الاكسيدون هذيك اثرت عليا شويه باسكو قعدت اون بيريود بزاف ما لعبتش. من بعد باش اولي باش تعاود تروبروني من كان خاصني ان اونترينور اللي يدير فيا ثقه، ما طحتش في اونترينور يدير فيا ثقه حتى هذا العام اللي فات في بسكا في العام اللي فات في الاربعه. دونك الاربعه هي بالنسبه لك انت في السينيور الاربعه هي الديكليك في الكارير تاعك؟ بيان سور باسكو انا فت كامل فت بيريود ديفيسيل في لافان تاع بسكرا، بويا توفى الله يرحمه، فت في بيريود ديفيسيل من بعد موراها جيست كان الريكروتمون تاع لي كلوب وكلش، رحت للمديه باسكو انا ديسيدي هذاك الوقت ديسيدي باش نحبس بالون كاع كيما تبوي ديسيدي باش نحبس بالون كاع باسكو هذاك كنت بالون داير على جال بويا الله يرحمه. رحت للمديه صرا لي ان بروبليم معاه ما على باش ربي يهديهم شنو داروا، اتصلوا بيا باش نجي سني في ام الاربعاء وين وافقت سنيت في الدقائق الاخيره كما يقولوا الميركاتو كمل 12 تاع لي 11 تاع لي سنيت في الام الاربعاء، ونتحيهم ونشكرهم باسكو هما اللي داروا فيا ثقه وان شاء الله ما خيبهمش. وفي المديه واش صرا لك اكزاكتومون باش ما لعبتش؟ المديه ماشي ما لعبتش، بديت بديت بريباراسيون معاهم، درت تحضيرات معاهم، كنت معاهم سنيت ان كونترا مع باسكو غير حكمها حسن حمار عيط لي، كانت عندي اتصالات كي كان في وفاق سطيف وانا كنت في مولدية وهران كان عندي اتصالات معاهم ما رحتش باسكو كنت باغي نكمل في مولدية وهران. حكم اولمبي مديا عيط لي، تفاهمت انا وياه سنيت ان كونترا رحنا ستاج منا، من بعد ما صرا واحد الصوالح اللي دار الصوالح بينهم وبين مولاهم. تقدر تقول لنا واش كاين اكزاكتومون؟ شي بريفيرا دي جوار عليا انا، ودي جوار ما عندهم حتى علاقه بكره قدم بريفيراهم عليا انا، هذه هي. دونك هذيك هي السبه اللي خلاتك تروح. دوكا في امل الاربعاء انا نشوفوا هذا الموسم راك بقوه، صحيح انه الامل على كل حال راهو يصارع على البقاء، ولكن انت راك بقوه، سبعه اهداف، راك ثاني هداف في البطوله هذا الموسم. لا سيزون هذه بالنسبه ليك انت راهي او توب. بيان سور ماذا بيا الشرف ليا وين نسجل اهداف ونكون هداف البطوله ان شاء الله. انا بوكو بلوس الحاجه اللي تهمني والامبورطون تاعها سي نسلكو ليكيب من الطيحه ان شاء الله، هذاك هو لوبجيكتيف تاعي. بيان سور على كل حال الهدف تاع الفريق يطغى على كل، ولكن كي يكون المردود تاعك مليح انت بيان سور بيان سور ماذا بيا نبدل الحاجه اللي نقدر عليها نمدها للكلوب هذا. مدى في امل الاربعاء وشنو الحاجه مقارنه بالانديه الاخرى اللي لعبت فيها اللي خلاتك تحس روحك لازم تمد كاع واش عندك وتحقق هذا الموسم المميز في لاكارير ديالك؟ بون الحاجه الاولى عندنا ان جروب ولات فاميليا ما شاء الله، لونتوراج ثاني ناس ثاني تاع الاربعه الحمد لله، وكان اللي دار فيا ثقه بزاف لونترينر نحيه بالمناسبه فيصل كبيش باسكو كنت
في اون بيريود ديفيسيل كيما قلت لك وين هو اللي عاود به عاود وليت الامكانيات تاعي. طري بيان دوك انا نشوفو في سلم الترتيب اما الاربعاء على كل حال كيما قلت قبل قليل راوي صارع من اجل البقاء الفريق عنده الحظوظ على كل حال في البقاء. وشنو كاين شبيبه القبائل اللي راهي في المرتبه ما قبل الاخيره عندها بزاف مباريات متاخره وكان بالك تفوز بهم هذا هو الشيء اللي راح يخلق لكم شويه اشكال ويبدل كاع الترتيب تاع البطوله في اسفل الترتيب. وي جوستومون دوك البروبليم كو مازال لي ماتش روطار انا بور موا نورمالمون تحبس الشامبيونا يكملوا لي ماتش روطار باش نعاودوا حنا نلعبوا باسكو كيما هكا ما تقدرش تحسب شكون اللي راه تحتك شكون اللي راه فوقك. دوك كيما تقول انت شبيبه القبائل عندها 13 نقطه تلعب لي ماتش تاعها روطه وتربحهم مش عندها 4 تاع لي ماتش تولي ب 12 بوان و 13 تلحق صافي. انا بور مو مادا بيا يكملوا لي ماتش روطر باش نحاولوا نلعبوا حنا باش تدير حساباتك نيشان تانيك بالك تخافوا امكانيه ترتيب المباريات باسكو كاين كي تبدا بزاف اشاعات يدوروا على ترتيب المباريات بيان سي. دوك تقرا كلش دوك باريزون فريق ام الاربعاء وشبيبة القبائل ونادي باراد ولا جو سي با لي كلوب هادو ماشي كيف كيف. اما الاربعاء توجور محقوره في كاع الدومين محقوره ام الاربعاء. ما احنا ان شاء الله لي جوال ما خلوش الناس يحقرونا. كاين بزاف دوكا نشوفوا بزاف نحكوا هكذا عموما في البطوله نشوفوا بزاف انديه راهم يدوا شركات وطنيه على كل حال بصحتهم وشنو في نفس الوقت انا نشوف الانديه الاخرى اللي ما عندهاش نفس التسهيلات وما عندهاش نفس لي بريفيليج هما ثاني كم يطالبوا ايضا يقول لك باللي علاش جماعه تعطلهم وجماعه ما تعطلهمش ربما اما الاربعاء من بين الانديه. بيان سور دوك من حقهم لي كلاب كيما كيشوفوا دي كلاب عندهم شركات ودي كلاب ما عندهمش من حقهم يطلبوا شركات وطنيه باسكو نلعبوا في اون ديفيزيون وحده صافي. لي كلوب كيف كيف ما تقدرش شغل تكومباري كلوب بكلوب نورمالمون كاع لي كلوب راهم كيف كيف كاع نورمالمون شركات وطنيه. كاين واحد النقطه نعاودو نولو ليها كي قلت انت الاصابه تاعك وكاين بزاف على كل حال حالات حتى في نادي امل الاربعاء ولا في الانديه الاخرى لما يتعرض اللاعب الحادث ولا حادث عامل ايضا اصابه يعني في الميدان هي حادث عامل ما كاش لاسيورونس يعني ما كاش الصيغه تاع الضمان الاجتماعي ولا ما كاش حتى اللاعب يلقى نفسه ما يخلصش من عند النادي وفي نفس الوقت ليفريد تكاليف تاع العلاج يتلقاهم اللاعب وحده. هذه ربما نقطة كبيرة تأثر سواء على الإدارة تاع النادي ولا على اللاعب. انت تجزت بهذه المرحلة نهار بيان سير انا ثاني ما ديتني هاك ني هاك انا ثاني ان شاء الله يلقى الحل تاع هاد لا سيرونس باسكو جوار عنده كارير صغيره يقدر يتبلي ساعه ان شاء الله يحبس البالون ديفينيتيف اللي قاضي تاع لا سيرونس ان شاء الله يخمولها ويديروها. كاين هضره انه ربما الموسم المقبل راح يكون عقد احترافي بالك تتغير الامور ان شاء الله ماذا بينا نستناو ان شاء الله. كاين شبيبه الثوره انت لعبت في شبيبه الثوره رئيس النادي زرواطي كاين بزاف اللاعبين يحبوه عنده واحد لي زانيكدوت مع لي جوار هكذايا قصص طريفه هكا واش انت بالك صارت لك مع رئيس شبيبه الثوره كاش حادثه طريفه هكذا مع النادي في البطوله ولا في منافسه اخرى؟ نورمال صرا لي ما هو لو نورمال انت علاقه جيده نعم صح. كاين تحدثت في البدايه على شعيب كذاب قلت بانك تلك الفترة في شباب الوزداد كان الفريق حاب يعني ماشي يسرحوا ولكن يعيره إلى نادي آخر اليوم أنا أشوفه كداد المستوى اللي وصل له المنتخب المحلي مع شباب الوزداد يقدم أداءات جيدة تعرفوا مليح لعبت معاه كنت في نفس الوضعية معاه واش تقدر تقولنا على شعيب كداد؟ شعيب كداد أنا بور موا صاحبي لانتيم من برسك لا فامي باسكو دارنا يروحوا عندهم هما يجوا عندنا برسك اون فامي. بيان سي كي نشوفها كيلعب نفرح ونضل ندابز صحابي على جاله باسكو اشاك فوا يهضروا عليه كمان ندابز على جاله نفرح لكن نشوفها هكا في ليكيب ناسيونال ان شاء الله يروح ليكيب ناسيونال نتمناها له. وانت اللي تفرجت عليه البارح دار ان بون ماتش
واختاروا في التشكيله المثاليه. ان شاء الله نطلب له المزيد من النجاح. وهو كشخص هكذا كشخص معروف باللي يحب ثاني يحب الحمى، هو ديجا شعيب وشعيب شعيب من بكري ملي كان صغير يحب سي ار بي. شعيب هذه نحكي لك واحد العفسه عليه، هو امه كانت تسيبورتي شباب الوزاد ملي كانت صغيره، كانت تقول لي كنت ندعي ربي نهار نتزوج يزيد عندي ولد ويلعب في السي ار بي، وربي يوفق وتحققت الامنيه تاعها. سبحان الله. فيما يخص فريق شباب الوزداد، انت مريت على تجربه في التكوين وبديت مع الفرصه الاولى تاعك مع الاكابر كانت في شباب الوزداد، راهو يقدم في اداءات مذهله في السنوات الاخيره في البطوله المحليه، 3 مرات بطل الجزائر، ربما راح يكون المره الرابعه بما انه متصدر وبفارق مريح وايضا عنده مباريات متاخره، والاكثر من ذلك انه يتالق قاريا. مش تقدر تقولنا على الفريق اللي جزت عليه انت في مرحله شباب الوزداد؟ فريق كبير، فريق كبير، وراهم يقدموا في نتائج ايجابيه. مادام غادي يقعدوا كيما كان، مادام كل عام يزيدوا يدوا كل عام شامبيون، كل عام شامبيون، باسكو عندهم فريق ممتاز وعندهم جمهور تاعهم ثاني من ذهب. فيما يخص رابطة الأبطال، تشوف باللي ربما يقدروا يروحوا بعيد وربما حتى يدوها على حسب المستوى تاع البطولة والأندية اللي تأهلت للدنيا. إن شاء الله إن شاء الله ماذا بيا أنا يدوها، تكون المناصر تاعهم. أنا شاب في الوزداد تحدثوا شوية على ربما الطموحات تاعك الآن، خلاص راك بديت تلقى لي روتار تاعك الآن مع أمل الأربعاء، صحيح انه ما زال في امل الاربعاء، وشنو كل عام عنده طموح، تا وشنو الطموح تاعك الان؟ مازال جان على كل حال. طموح تاعي انا ولا تاع الكلوب اون جينيرال؟ تاعي انا ماذا بيا نكون هداف البطوله، ماذا بيا نلعب في منتخب وطني، هذه هي الامنيه تاعي، نلعب في منتخب وطني. ان شاء الله. ما تروحش الاحتراف مثلا؟ ماذا بيا. خليجيا ولا افريقيا ولا مهم مهم احتراف اوروبا انا ان شاء الله. ربما أسئلة خفيفة قد يا محلياً، وشنو الفريق المفضل تاعك؟ فريق اللي تحبه بزاف، تقدر تقول بلي فريق القلب. فريق القلب مولي سهران. أمسيو ومعطوهم تاني قدام شريك وطني، شوف بلي بالك حاجة مليحة لمسيو تعاود تولي. ماذا بينا تعاود تولي المستوى تاعها، باسكو مولي فريق كبير. فريق كبير مولي سهران وما يستاهلش السيتياسيون اللي راه فيها هذه. الفريق تاعك المفضل خارج الجزائر؟ خارج الجزائر ريال مدريد. ريال مدريد؟ اش ضحكت عندك؟ عندك واحد حبيبك مقرب بزاف. عندي مهدي بوباكور بارسا. توجور كاينه ان شاء الله بيناتك؟ كاينه وكاين ماتش مرتقب او قريب او قرب. ما نتفرجاش معاه. تشوفه وحدك؟ وحدي. اللاعب المفضل تاعك عالميا؟ رونالدو. في الوقت الحالي؟ في الوقت في كل الاوقات؟ في كل الاوقات ميسي. كل الاوقات ميسي. يعني انت عندك خاصيه تحبهم في زوج، يعجبوك في زوج. ماشي انا نحب كريستيانو بصح المنطق ميسي. طيب ميسي بالنسبه لك هو الافضل في التاريخ؟ الافضل في التاريخ. في البطوله المحليه شكون مير جوار دو تو لي طون شامبيون تاعنا؟ تاع بكري ولا تاع كامل كاع لي جينيراسيون، شكون اللي تشوفه زعما شغل كي تقول مير جوار بالنسبه لك هذاك هو يجيك ديريكتومون في راسك؟ بلومي مير جوار دو تو. رايك كاين بزاف اللي عم كيما انا بويا الله يرحمه كان يقول لي الالماس، بصح انا شنو نعرف بلومي. توجو نبقاو هنايا محليا، شكون مير اتاكون بالنسبه لي انت قدوه تشوفو كقدوه كي كنت صغير طالع هكذا كي تشوفو تقول ان شاء الله نكون كيما هو ان بيوتور كيما هو؟ بورحلي. وشنو الحاجه اللي خلاتك تعجب بورحلي؟ باسكو بورحلي ما لحقتش عليه بصح كنت نتفرج لي فيديو تاعو كلش. وشنو مير بيوت ماركاه بورحلي بالنسبه لي لي ما اكتيفمون يجيك تعلم هذاك كونتر؟ شكون والله نسيت كونتر ما المولوديه. مولوديه هو تاع اللوب هذاك. مولوديه في 5 جويليه يعني ما لحقت عليه بزاف، تشوف لي فيديو تاعك. و
في المنتخب الوطني حاليا شكون الجوار اللي يعجبك بزاف؟ محرز بليلي كاين محرز بليلي بن ناصر هذا ما كان هذا هو مالي بونجا ثاني الغرفة باينة يا خويا بارك الله فيك فيك بارك محمد ربي يجازيك كلمة أخيرة تختم بها الحوار تاعك ربما رسالة للأنصار أم الأربعاء ثاني بون السلام عليكم ديجا الله يعطيكم الصحة على هذه الاستضافة في قناة الهداف ونشكر فريق الامل الاربعاء وجمهور امل الاربعاء ونقول لهم ما يتقلقوش علينا ان شاء الله ونطلب منهم يوقفوا معنا ونجيبوا هذو لي 3 بوان ان شاء الله سلكوا الفريق